إلى شرف سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد الإمام النسفي في متنه الكنز عن أنواع المياه: ويتوضأ بماء السماء والعين والبحر، وإن غير طاهر. هلأ بعد نحكي على التغيير، إذا المغير للماء إما أن يكون طاهر أو يكون نجس، فسيفصل هذه الأمور. وإن غير طاهر أحد أوصافه أو أنتنا ما يمكث لا بما تغير بكثرة الأوراق أو بالطبخ أو اعتصر من شجر أو ثمر أو غلب عليه غيره أجزأ. يعني هون بيكون في تغيير بالأوصاف، لكن هذا الماء طاهر يجوز الوضوء به عند السادة الحنفية. أو بماء، تغير أحد أوصاف يعني تغير وصفين سيدي الطاهر بتغير الحكم؟ لا ما بيتغير هون، لو غير كل أوصافه ما بيتغير الحكم. أو بماء دائم فيه نجس إن لم يكن 10 في 10. يعني هون الحد بين الكثير والقليل، الحنفية قالوا في المربع بيكون 10 في 10. هذا يعني طبعا هي تقدير إمام محمد. الإمام أبو حنيفة قال إنه لو حرك من طرف لا يتحرك من طرف، طبعا هو الماء كله بيتحرك من طرفه، لكن يعني لا تنتقد النجاسة. وإلا فهو كالجاري، يعني إذا كان ما كان دائم فهو كالجاري. وهو شو تعريف الماء الجاري؟ وهو ما يذهب بتبناه، وهذا بيكون طاهر في الفقه الحنفي. ويتوضأ منه إن لم يرى أثره، يعني أثر النجاس، وهو طعم أو لون أو ريح. لاحظتوا يعني بالنسبة إذا خالطه طاهر، العبرة للوزن. هلأ بيجي الماء المستعمل معنا هو طاهر غير مطهر، وبالنسبة للنجس إذا غير وصف من أوصافه فهو بيعتبر نجس إذا كان قليلا، وإذا كان كثيرا أو جاريا أيضا يعتبر نجس إذا غير وصف من أوصافه. العفو القليل يعني حتى لو ما غير شيء من أوصافه بيكون غير صالح للوضوء. وموت ما لا دم فيه كالبق والذباب والزنبور والعقرب والسمك والضفدع والسرطان لا ينجسه، لأنه هي حيوانات غير دموية. والماء المستعمل لقربة أو رفع حدث، هذا تعريف الماء المستعمل. إما بيكون نوى به قربة إلى الله مثل غسل اليدين قبل الطعام أو الوضوء على الوضوء أو ما إلى ذلك، أو رفع حدث إذا كان هذا ما بيحتاج للنية، القربة بيحتاج لنية القربة، فهذا بيكون طاهر غير مطهر. إذا استقر في مكان طاهر لا مطهر، يعني هو ما يحكم باستعماله ما دام على العضو، ولا يحكم باستعماله بانفصاله، ولكن يحكم باستعماله عندما يستقر في مكان. فهذا المعتمد فيه أن العبرة للوزن فيه. فإذا كان الأكثر منه خالط أو لامس أو استعمل في قربة أو رفع حدث بيكون مستعمل، وإذا كان أقل من النصف بيكون غير مستعمل. سنذكر مسائل البئر. ومسألة البئر جاحت، يعني هي الجيم عند أبي حنيفة، صار إذا كان انغمس جنب في بئر هو صار نجس ونجس الماء، يعني ما طهر هو صاحب الجنابة ونجس الماء. وعند أبي يوسف الحاء يعني كلاهما على حاله، هو اللي استعمل ارتفعت جنابته والماء طاهر. وعند محمد كلاهما طاهر، يعني ارتفعت جنابته وصار طاهرا، الجنب ارتفعت جنابته والماء صار طاهرا. هي مسألة جاحظ. وجلد الآدمي، نعم سيدي، وكل إهاب دمغي فقد طهر. يعني الجلود وإن كانت أساس النجس لكن هي تطهر بالدباغة أو بالذبح لما يكون ذبح شرعي، إلا جلد الخنزير والآدمي هذا لا يطهر لنجاسة العين في الخنزير ولكرامته في الآدمي، ما بيطهر. نعم.
وشعر الإنسان والميتة وعظمهما طاهران. يعني هون في أشياء الحنفية اعتبروا ما بتحل فيها الحياة فاعتبروها طاهرة، مثل الشعر مثل العظم. نعم، فهؤلاء هذه طاهرة بتكون ولو كان قطعت قطعا. طبعا في يلي فصلوا بالمذهب قالوا أنه إذا كان البصل زيدت مع الشعرة فبتكون هي حكم الموت، يعني بس بيكون شعر مطلق، يعني هذا أكثر ما يتبادر الذهن إليه بالقص، يعني أنه يكون مقصوص. بعدين تجي أحكام البئر، نقف عند أحكام البئر إن شاء الله. إذا في أي سؤال نحاول نجيبه نجيبه عليه. ما التحقيق في القول بنبوة النساء عند الماتريدية والأشاعرة؟ لا يوجد نبوة للنساء، وإن كان الإمام القرطبي قال بنبوة السيدة مريم فقط، ويروى عن الأشعري أنه نبوة النساء جائزة. هل القول بالجواز ذلك وقوعه قول معتبر؟ أظن أنه غير معتبر. قال ابن هشام في قضاء ابن معد تيامنت، فما معنى ذلك؟ يعني صار تنسب إلى اليمن قضاعه. هو عم يقول أصلا عدناني، ولكن هي نسبت إلى اليمن. وقال في حق سبا إنه أول من سبي من العرب، ما معنى ذلك؟ يعني السبي العبودية هي مشروعة في الإسلام. الإسلام وسع معاني العتق وضيق مصدرها، ساوى مصدر واحد. السبي يعني لما ينتقل إنسان من حالة الحرية إلى حالة العبودية. فهو في قول من الأقوال إنه هو أول من سبي من العرب. ما معنى ذلك؟ هذا المعنى. وفي البيتين مذكورين لازم مذكورتين، في قضاعة، في الحجر المنقوش تحت المنبر. ما المراد بذلك؟ بدي أشوف هدول البيتين ماذا. بعدين في ذكرنا التيارين في السيرة، تيار ابن إسحاق تيار الواقدي. أتنصحون بقراءة أي كتاب يجمع بين التيارين؟ نعم، وروايتهم. نعم أنا أنصح بذلك، وضربت مثال في شيء مقبول عند العلماء، هو طبقات ابن سعد. تقريبا أول جزئين منهما هما جزئان يتعلقان بالسيرة، وهما يتكلمان على طريقة الواقدي. البيتين: نحن بنو الشيخ الهجاني الأزهري، قضاعة بن مالك بن حميري، النسب المعروف غير المنكري، في الحجر المنقوش تحت المنبري. يعني هون عم يفتخر بقبيلته ونسبها إلى حميري، يعني إلى اليمن. فما هو يعني، أنا شايف البيتين واضحين، لكن قد يكون بعض الكلمات غير واضحة عند السائل. فلذلك إذا كان هو خصص في سؤاله شو المقصود بالحجر المنقوش عند المنبر؟ أنه منبر تحت المنبر، مو عند المنبر، تحت المنبر. هذا جاهل. المنبر هو الشيء المرتفع، لاحظت كيف؟ ما أعرف تحت أي منبر. نعم نعم. لم أستطع أن أسمع جيدا، الصوت واضح الآن؟ ما حكم الشعر؟ لا سيدي، لم أستطع أن أسمع جيدا. ما حكم الشعر الذي خرج مع جزره؟ الشعر الذي خرج مع جزره حكمه حكم أصله. فإذا كان هو بحالة الحياة يكون حكمه حكم الميت عند الحنفية، وحكمه حكم الحي عند بقية مذاهب. نقرأ بسيرة ابن هشام إذا ما في أي سؤال على الفقه. Sayyidi, question about wudu and ghusl for someone who has eczema, extreme eczema. This is very broad question, you know, and I imagine that we should justify each case alone. هل طهارة شعر الميتة وعظمها أصل حل المنفحة؟ لا، أصل حل المنفحة ليكون الحنفية بيعللوا أنه هي ما بتختلط مع الميتة. لا، ليس سيدي. لما ذكرت 10 بـ10، ما هو العمق لذلك؟
العمق ما يشترط العمق. الحنفية ما اشترطوا العمق، اشترطوا السطح أكثر من العمق. فقالوا إنه في تعريفات إنه ما ينكشف ما ينكشف يعني يظهر العمق في ذلك أو ما إلى ذلك، لكن المعتمد إنه هو السطح والمساحة أكثر من العمق. يلي اشترطوا الكمية هم السادة الشافعي وقلتي. ممكن تبين مسألة الجحر، ما أدري ماذا يقصد بالجحر، لعله الحجر. الحجر إذا كان هذا هو المقصود بين لنا إياها حتى ما نضيع الوقت. ما هو حكم شعر قصير على الجوانب مع شعر طويل على الجزء العلوي؟ هذا إذا كان يعني إذا كان كل الحلاقين يفعلون ذلك لعله يكون بالجواز، أما يخشى منه أن يكون تحت مسمى القزع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مسألة الجحر ما بينوا لنا إياها. نعم، في اسم.